هل الزكاة كمشروع إسلامي يمكن استثماره في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تمر بها الدول؟ نعم، تعالج مسألة التضخم المالي الذي ناحيه؟ بالتأكيد. هل يمكن استخدام الزكاة في تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة؟ هي معمولة عشان كده، ربنا عملها عشان كده، عشان انت وانا والتالت والرابع يدوا للفقير، يقوم رايح فاتح كشك، فاتح مصنع صغير، يعمل في رمضان بتاعت كنافة مثلا. اهو عملت له مشروع صغير، لا منين؟ من الزكاة. نعم. ربنا هيغنيه بقى ويجيله دخل، هيقوم يبدأ يطلع زكاة هو. هل يجوز إخراج الزكاة أمور عينية بدلا من الأموال والفلوس؟ هناك مصارف للزكاة في بعض الأعيان تخرج عينية، يعني اللي عنده مصنع ملابس يطلع ملابس؟ لا لا كده غلط. اللي عنده خضار يطلع خضار؟ النص القرآني والحديث النبوية محددة الأعيان اللي بتخرج فيها الزكاة، الماشية، الحبوب، الثمار، الذهب، ده بيطلع من جنسه من عينه. نعم. انما الزكاة النقدين دي من النقود اللي هي بنحسب قيمتها على اساس 85 جرام ذهب ونطلع 2.5% بعد حوالين الحول. لكن اللي حضرتك بتقوله ان انا واحد عنده ستوك في مصنع فعنده 2000 فستان، الموضة اختلفت هيخش في وهتتركن، يقوم يطلعهم من زكاة ماله. لا، صدقة وليست زكاة مال.